هذه الركيزة لربما كانت عبارة حجر على خشب ثم تحجرت حجر وأصبحت حجر. حجر وقاتل منذ سنين في الحشد منذ تأسيس الزاوية، لأن الخيمة كانت قبل تأسيس الزاوية، قبل تأسيس يعني تأسيس الزاوية أسسها سيدي بحركات. نعم الخيمة كانت وهذه الركيزة تاع الخيمة، كانت خيمة والزيتون. إيه هنا منين جا من البلاد اللي جا منها؟ جا لهنا. هذه كانت الركيزة تاع الخيمة والزيتون، كانت الخيمة والزيتون، ما كانش في ديك الساعة مازال ما تأسستش الزاوية والخشب. وكي جا هنا لقاو هاد الناس يزغدوا، الناس اللي منا بقاو يكرهوا، يعني ما قبلوش باش يجي هنا قدامهم. انا ذاك دعا الدعوه هذه اللي قالها، قال لهم يعني اذا كانوا الناس طغاة ناس في عهد الاخر، كانت البل هذه تنتري حكي تطلقوها الصباح الشمس ما تبانش تغطي الليل. نهار اللي نكروه وقعدوا يتكرفوا عليه وكذا، قال لهم روحوا ولاد عون الله، مي تريح من ولاد عون الله تريح ويموتوا بالوعي والجيح. لا أثر أثر بعد هذيك الدعوة. بعد هذيك الدعوة بدات علينا الله. واش تخرب الناس اللي كان عندهم يعني كلامهم، وكان عندهم سرهم، وكان عندهم تشوف الركيزة يعني أثر على حجرة، وهي كانت يعني ركيزة تاع خيمة، وشوف حجرة يعني بصفتها ما فيها لا تغيير ولا حية ولا ولو. فإن كان ليعلم الله أنها إذا كانت حجرة في السابق، يعلم الله أنها كانت يعني خشب، إيه كانت خشب ولا حجرة؟ خشب. إيه ورجعت حجرة. شوف يعني كيفاش كيفاش البركة تاع السادات اللي كانت يعني كانوا بالغين، وقاتلوا وانتهى. عرفت شوف قاعدة كيما هي. احنا كنا نقول هالواحد يعني الزين هذا مستحيل هذا.